ركبنا خط احمر. الوقفه تعبير عن غضب من حكم صدر النهارده بحبس نقيب الصحفيين واثنين من اعضاء مجلس النقابه سنتين. القانونيين قروا ان ده حكم سياسي مش حكم مرتبط بالقانون، وهو جزء من سياق هجمة يعني على حرية الصحافة والرأي والتعبير، والنهاردة الناس بتحتج وبتطالب بيه حقها في انها تعبر بحرية وانها تكتب بحرية، حق نقابة الصحفيين في انها تتمتع بالكرامة والاستقلال بعيد عن ملاحقات او بعيد عن تدخل السلطة، واظن ان ده من حق الناس. اكتب على حد الزنزانة. حبس نقيب الصحفيين، نقابة الصحفيين قالت الحريات، نقيب الصحفيين كان سين او صاد او عين، احنا مش المساله في الشخص، المساله ان دي نقابة الصحفيين المفروض بيها والمنوط بيها الدفاع عن الحريات في مصر، فلما نقيبها يتحبس عشان قرر ان هو يحمي بعض من اعضائها في وقت ما، واعضائها دول خدوا براءه عشان قالوا ان في ارض اسمها تيران وصنافير ارض مصريه، المحكمه حكمت مرتين ان هم ارض مصريه، فيتحبس النهارده نقيب الصحفيين على خلفيه ده.